ديجا حبيبتي حبوت ماما شتكشي حبيبتي بقى ما عطيتك الدواء ولا ماكل ياك احنا غنساليو دابا ماما عطات بنتي تاكل نعطيها دواها ونعطيها كل شيء داكشي اللي بغا صافي كوني ناشطه اليوم شا كدير لها كريس انت يصورك السلام عليكم. عليكم السلام اخويا. صح لنا كي وقع على البنيه هذه كي كانت في الاول وكي ولات. المهم انا غنقول لكم من الاول. المهم تلاقيت واحد السيد تزوجت انا وياه على سنه الله رسوله، بغينا نكونوا حنا اسره ونتزوجوا. هذا داس الايام تزوجنا، داس الايام مرات تمشي تدوز عند الطبيب قال لي راكي حامله. جيت عنده حامله بشهرين، جيت عنده قلت ليه ولد الناس راني انا حامله، هما يجنوا جنون. وقال لي لا ما تحمليش، سيري حيدي داكشي من كرشك. قلت لي ما يمكنش ليا نحيدو، راه يروح دارها لي ربي في كرشي. ومن تم بدات المشاكل، ما بقاش بغى يصرف، ما بقاش بدات المشاكل. ما واحد النهار معقت براسي طاحت كوما بلي مشيت على الطبيبه قالت لي طالع لك الطونسيو الصغير والكبير. عطاتني الدواء، جيت للدار بديت حاجة كنزف الطونسيو الصغير والكبير طالع ونزيف. مشيت للسبيطار هزوني كوما للسبيطار الكبير ميريزكو، فتحوا لي تمايا جبدوا البنت دوا القرعة. وانا يا كنت كوما قات فيا بنتي، طحت تاني من فوق البياض صارت بتم بت في الارض بعدا تمايا. تا الصباح عاد جاو بداو كيخاسمو هذا عاد هزوني. خرجت من السبيطار تشديت شويه صحتي ونط رجعت بغيت نخدم. بلي رجعت بغيت نخدم كان جيت نلقى بنتي كلها مقمشه. قلت اذا عندها شي حاجه هنا البلاصه بالضبط ديما مقمشاها. قلت بنتي عندها شي حاجه. مشيت هزيتها للطبيبه قلت لها الله يرحم لك الوالده راه هي اللي عندي، طمنيني على بنتي اشنو عندها. بلي مشات بدات كدير قلت لها راه كانت ناعسه في القرعه، طمنيني زعما شنو عند بنتي. قالت لي هادو اللي كانت ناعسه عندهم ما قالوا قدر لها تخطيط، ما قالوا قدر لها سكانير، ما قالوا قدر لها تحاليل. بنتك خاصها ضروري طبيبه المخ والاعصاب. هزيتها ديتها لطبيبه المخ والاعصاب. بعدا بلي مشيت عندهم عطوني الرونديفو على عام عاد غنشوف انا طبيب الاعصاب وغنشوف هذا. رجعت عندها عاد عطاتني فين كاين هوايا، مشيت عندو دوز ليها قال لي ما غنقول لك حتى شي حاجه، تديري التخطيط وديري سكانير والتحاليل وعطاني الترويض في دقه. وانا ما عنديش ما عرفتش من غنبدا. جيت بقيت ما درت داكشي على مده شهر عاد درتو شي كيجمعوا لي البنات وكيجمعوا لي الناس اللي حدايا وهذه. المهم جمعوا لي باش درت لها التخطيط ودرت لها التحاليل ودرت لها السكانير وداكشي. بلي رجعت عند الطبيب قلت لي دكتور قولي اش عاد بنتي. قال لي بنتك الطونسيو اللي طلع عليك وهي في كرشك دمر لها الخلايا كلهم ماتوا. مشى لها الشوف، مشى لها المشي، الهضره، كل شيء مشى لها. انتم كتشوفوا فيها كل شيء مشى. ايوا الحمد لله حسد امور الله وجلست الحمد لله على كل حال. دابا انا كاريه هاد البويت وكنمشي نخدم وكنخليها. بعض المرات كنجي غنلقى طاحت غطيح ليا من هنا في العشيه، كنلبسها صباط واحد لاباري رجليها باش ما يتشدوش ليها. كنجي كنلقاها كتبكي لانه زير عليها وما لقاتش اللي حيدو ليها. انا دابا خوتي كنطلب منكم تساعدوني على الكره، بغيتها باش نخلص غالكره ونجلس تقابل بنتي. وبعض المرات بكثره كثره المشاكل والصداع كنسالها حتى لي كوش ما نحيدهمش ليها. كنلقى حاشاكم بواصله لها هنا، كنلقى بنتي وليت كنلقى مكرفصه بدات كتكبر. فوق هادشي انا ساكنه في السطح، بغيت شي واحد يحن فيا زعما، ولعل وعسى شي محسنين ولا شي واحد يحن فيا. راه بدات كتقال عليا غشوي ما بقاش غنقدر نهبط من الدروج. انا بغيت شي واحد يحن فيا، ما حدا باقا صغيره باقا قاده عليها وقاده نهزه. اما بلي غتكبر من القدام كيقولوا بعد عمر طويل كي غندير ليها باها تخلي عليها ما بغاهاش. كون غير صحيحه وكتمشى وكتشوف كل شيء وعاديه، ماشي انا الاولى ولا انا التاليه اللي هرب على الراجل ولا لا طلقها ولا محتاجاه باغاه محتاجه باها هو تخلى عليها. ما تخلوش عليها انتوما خوتي، ما تخلوش عليها. الله يجازيكم بالخير،
كنطلب من المحسن الله يرحم لكم الوالدين حنوا لي في بنيتي. انا ما بغيت حتى شي حاجه كثيره، بغيت نعيش غير مستوره انا وبنتي ونجلس حداها، هادشي اللي بغيت، بغيتها عايشه مستوره. وثانيا انا اخوتي الا حطيت رقمي الله يرحم لكم الوالدين ما تبقاوش تتصلوا بشي بام مجروحه وقلبها باكي الدم، ماشي الدم، فوت الدم لي ودموعي نشفق. وبداو يتفلاو، راح حشومه راح حشومه، ديروني خدكم، ديروني بنتكم، ديروني اي حاجه، ما تبقاوش تفلاو، راه القلب ربي لا عالم به، راه دموعي نشفو، دموعي عرفتوا شنو نشمو، كنبات نبكي ونضل نبكي، حشومه حشومه. تبداو تضحكوا على بنات الناس وتتصلوا في التليفونات شي صباح وشي عشيه، راح حشومه. قدروني ورحموني، قولوا تشوفوا غير بنتها ما كتشوفش وما كتمشيش، يكفيها هم ويكفيها صداع، حشومه. تبقاو تضحكوا على الناس، والله تحشومة حشومه. وكنشكر الجميع وكنشكر كل من دعمني وكنشكر الجميع. قولي بالنسبة للبنية، البنية كيفاش كدير المعيشة اليومية ديالها؟ وانتي كتخرجي كتخدمي وكتخليها بوحدها، ما كتخافيش انها تلقى لها شي كارثة لا قدر الله؟ كنوض اخويا مع الصباح، مع 6 الصباح يوميا، واخا ما نكونش خدامة يوميا مع 6 الصباح خاصها دواها تشربو في الوقت، لان دواء المخ صعيب، خاصها تشربو في الوقت. كنعطي لها مع 7 قبل ما نشرب الدواء، كنوجد لها فطورها، كنفطرها، كنوجد غداتي، كنحطها، كنفطرها، نشربها دواها، كنحطها في هاد البلاصه، كنغطيها، كنمشي. بعض المرات كنلقاها ناعسه، بعض المرات تجي لقى رجلها وصلوا هنا غطيح. كنجي مع 2:30، كنجي مع 12، كنغديها، كنشربها تاني دواها، كنلبسها صباطه وكنحطها ليها. كانت حداي واحد السيده كتحيد لها الصباط، باللي ما بقاتها شي واحد كنخليها هنا بصباطها، كنسد البيت وكنمشي للخدمه، ما كانش حتى 6. بعض المرات 10 د الليل، بعض المرات باللي كتكون عندي الخدمه كثيره، كان خدامه وعاطيه غير اللبكه، لان كنشوف في بنتي لابسه الصباط وجالسه مكرفسه، كنعطيها غير اللبكه. ما حاولتيش دير شي جمعيه ديال الاعاقه؟ قالوا لي قابلينها، قالوا اتصلت بواحد الجمعيه قال لك لا، خاصه وحده خاصه بها لان ما كتشوفش، ماشي بحال اللي عندهم اعاقه عاديه، ولا هي خاصه وحده تقابلها ما كتشوفش. وفوق هادشي ديتها بلي كانت صغيوره باقا ما باينش فيها المرض، هي بلي كانت صغيوره كانت باقا ما كيبانش فيها المرض، كانت لا شتيها تقول ما مريضاش، ديتها لواحد الحضانه كنديها نحطها ونجي نخدم، في الوقت الغدا كنمشي نجيبها. سايره تلعب لها في يدها هك، لقيت عضه هك عاضينها في سنانها بسنينها، تما هادوك اللي مقابلين تما كاين تتقابل عاضينها، شفت تعيت عاد كنسدها، والله واخا طيح غا من هنا ماشي مشكل، المهم ما يعضوهاش ليا، ما يضربوهاش ليا، كيتخيل لي راه ضربوا ليا بنتي، نتفوها عضوها، والله ما تبقى. انا بغيتها شي واحد يرحمني ويحن فيا، لانني كنسد عليها وكنمشي وكاريه، بغيتها شي واحد يحن فيا يخلص ليا الكره. انا ما باغا حتى شي حاجه كثيره، باغا نعيش مستوره انا وبنيتي وخلص ليا الكره ونجلس نقابلها، صافي هادشي اللي باغا انايا. الله يجازيكم بالخير. قلتي قبيله بانه كاين بعض الناس كيصيفطوك شي حوايج خايبين في الواتساب، شنو تقولي لهادو اللي عديمين الضمير اللي كيديروا بحال هاد الحوايج؟ ما يبقاوش اخويا يديروا هكاك، يكفي الهم اللي هزا في قلبي ويكفي الجرح ويكفي حشومه حشومه، يبقاو يجرحوا في بنات الناس انا كون بغيت هذاك الشيء نمشي ليه، ما نتسناكش انت تشوف الرقم ديالي وتتصل بيا وتبدا تقول لي هذاك الشيء، راه حشومه وحشومه وعار، والله تا حشومه حشومه. ديروهم خواتاتكم، ديروهم مواتكم، ديروهم خالاتكم، ديروهم حشومه والله. شوفوا غير هاد البنيه حالتها وتقولوا ما يكفي ماما شحال قاسيه، حشومه والله، الله تحشومه عليهم، والله يهدي الجميع، هادشي اللي غنقول، الله يهدي الجميع. المهم انا شي واحد بدا كيدير كنبلوكي، صافي هادشي ما كان. خوتي الله يجازيكم بالخير، كنتمنى منكم دعموني، الله يجازيكم بالخير. درت قناة لبنتي في اليوتيوب، الله يرحم لكم الوالدين، الرابط ديالها هو صابر خديجة مع المرض، دعموني في القناة وساعدوني، انا راه بغيتكم تساعدوني باش نعيش انا وبنتي، هادشي اللي بغيت، بغيتكم تساعدوني، يا وجه الخير يا وجه الرحمة، اللي في قلبه شي رحمة، والمحسنين الله يجازيكم بالخير، دعموني في القناة ودعموا لي القناة ديالي تنجح باش نعيش انا وبنيتي، انا راه ما باغاتها شي حاجه كثيره، بغيتها نعيش انا وبنيتي نقابلها ونعيشها بالحلال، هادشي اللي بغيت، راه مالك باري. الله يجازيكم بالخير وكنشكر الجميع وبالتوفيق للجميع.